يعيش سوق البالة، أحد أشهر أسواق الملابس المستعملة في دمشق، أفضل أيامه. فالسوق الذي كان ملاذاً لذوي الطبقة الفقيرة سابقاً أصبح اليوم خياراً بديلاً لمعظم السوريين بعدما أنعشته سنوات الحرب. ثمة من يرى أن زيادة عدد الأشخاص الذين يشترون البضائع المستعملة عائد لرخص ثمنها وجودتها مقارنة مع الألبسة الجديدة، بعدما اضطرت مصانع النسيج لاستخدام مواد رديئة من أجل خفض تكاليف إنتاجها. أثرت يعني مو بالعكس، تحسنت أكثر لأنه صارت العالم تركض للأحسن والأرخص. تتكدس الملابس المستعملة من جميع الأحجام والأنواع في السوق، والتي تم شراؤها في الأصل من أصحاب المتاجر بالكيلو، ثم غسلها وكيها ووضعها على الرفوف ليختارها الزبائن. الناس كتير كتير عم تلحق البالة أكثر من جديد، لأنه في رخص، يعني تعرف العالم شلون، يعني وضع تعبان، يعني بتلاقي الرخص بالبالة تشتري بالة أحسن ما تشتري جديد. غالباً ما تأتي البضائع من بلدان عربية وأجنبية مختلفة، ويتم شحنها إلى لبنان قبل الدخول إلى الأسواق في سوريا. تواصل هذه الأسواق ازدهارها وانتشارها في ظل ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وقلة الحلول لمواجهة هذا الوضع.